العجيبه العجيبه. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا الله ما أرحمك. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن نفي عذابه لأمة محمد استخدم الفعل ليعذبهم مع قوله وأنت فيهم. لما؟ لأن الفعل يرتبط بزمن معين، نعم، أو زمن محدد، ووجود الرسول عليه الصلاة والسلام على الأرض زمن محدد. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يعذب أمة محمد وهو فيهم، وهذا الأمر مرتبط بزمن معين، لذلك استخدم كلمة ليعذبهم، استخدم الفاعل. لما؟ لأنه مرتبط بزمن، وهذا الزمن سينتهي بموت الرسول عليه الصلاة والسلام، فكانت دقة الله سبحانه وتعالى في استخدام الفاعل يعذبهم. أما في قوله وهم يستغفرون استخدم الله اسم الفاعل. وما كان الله معذبهم. معذب هذا اسم فاعل من الفعل عذب، فالله سبحانه وتعالى ينفي أن يعذب، أنه عذب مستغفر في الماضي، أو يعذب مستغفر في الحاضر، أو سيعذب مستغفر في المستقبل. وكما قيل كان لدينا أمانان من عذاب الله، وجود الرسول والاستغفار. الرسول مات، لم يعد بيننا، فليس لنا أمان من عذاب الله إلا الاستغفار. والله والله لدينا كنز يسمى الاستغفار، عسى الله أن يجعلنا نحسن استخدامه. سيدنا علي يقول لا أعتقد أن الله يعذب مستغفر، فقيل له ولما؟ قال من ألهمه الاستغفار؟ قالوا الله. فقال كيف يلهمه الاستغفار ويعذبه؟ فالاستغفار إلهام من الله سبحانه وتعالى، والاستغفار كنز. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كل هذا بالاستغفار، فكيف نغفل عنه؟ تريد بنين، تريد مال، تريد زوجة صالحة، تريد صحة، تريد نعيما من الدنيا، تريد نعيم الآخرة، الاستغفار. والله الاستغفار يفتح أبوابا ما اعتقدت في حياتك أنها تفتح. كنز، احرصوا عليه كل الحرص ودربوا لسانكم عليه، حتى إذا غفلتم أو شردتم لسانك يعمل، لسانك يستغفر. والله والله ما أغلق باب إلا وفتح بالاستغفار. من منا ليس له حاجة إلى الله من حاجة الدنيا أو الآخرة؟ فقط استغفر بنية هذا الأمر. تريد أولادا استغفر بنية الأولاد، تريد مالا استغفر بنية المال، تريد صحة بنية الصحة، تريد زوجة صالحة بنية الزوجة الصالحة. والله حينما لا أجد باركن سيارة أستغفر فيفتح الله لي الأماكن وأجد الباركن. إيه لهذه الدرجة، لهذه الدرجة. الاستغفار يحقق لك ما تريد، فقط استغفر ينجيك الله من عذاب الدنيا والآخرة. استغفر يعطيك الله خيري الدنيا والآخرة. جعلني الله وإياكم من